قابلت باحاديث صحفيه في الكاميرات وقلت انا لسه ما شفتش التجربه، فايه راي حضرتك في التجربه النهارده؟ والله يا بقى انا بقول لك يا ابو سيره، بس انا ما اعرفش نتيجتها ايه، انا ما اعرفش المتلقي مين، ما اعرفش تاثير الكلام ايه، لكن احنا فضفضنا وقلنا كل واحد اللي في دماغه، وقلناه باخلاص 100 100، وقلناه في جو ثقافي راقي، وتجربه في كل الاحوال ستضيف، لا يمكن انها تكون تجربه سلبيه، بالعكس ايجابيه، بس بقدر ما هتوصل للناس بقدر ما هتفيد. يعني ستعود في التجربة، يعني لو في فريق تاني عمل وهيتم الحوار مرة أخرى مع فريق موسع من الشباب بحيث خروج. أنا قلت لهم أنا لو أنا أقدر أساهم في أي شيء يحل ولو جزء بسيط من المشكلة أنا موجود باستمرار. النتيجة من الشباب أو المناقشة يبدو للأمن عامل أساسي في هذه المشكلة، فهل في تواصل بينك وبين الأمن؟ اللي حسيته مش الأمن، يعني هي ابتدت بالأمن، لكن دلوقتي أنا شايف إن الأمن قال لهم دي مش قضيتي، دي قضية اتحاد كورة، وأصبح المبدأ دلوقتي مع اتحاد الكورة. المسألة يجب أن تحل بين جميع الأطراف بطول بال شوية، يكون الناس بالهم برضو طويل عشان يقدروا يوصلوا لحاجة فيها نتيجة، لأن الموضوع بسيط لكن خطير. سبق كنت بتشرح حضرتك يا فندم. شكرا ليك يا فندم.